اهلا بحضراتكم الى لقائنا على الهواء مباشره، واللي هنتكلم فيه عن الجمعيات التعاونيه والاتحاد التعاوني الزراعي ودوره في خدمه الفلاحين، وكمان هنتكلم عن المشاكل اللي ممكن الفلاحين يكونوا بيتعرضوا لها حتى الان وعاوزين يذللوها و يبدأوا عهد جديد. يعني الدولة من جهتها الحكومة بتحاول على قد ما تقدر، لكن طبعا المشاكل متراكمة وكبيرة، وبالتالي هناخد وقت شوية في يعني القضاء على هذه المشاكل أو علاجها بقدر الإمكان. النهاردة بيشرفنا داخل الاستوديو الحديث عن مشكلات الفلاحين وعن دور التعاونيات الحاج بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أهلا بحضرتك معانا. والحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أهلا بحضرتك معانا. نتكلم الاول الحاج بهاء، مكونات الاتحاد التعاوني الزراعي بقى. مكونات الاتحاد طبقا للقانون هو قطاع الائتمان وقطاع الاستصلاح وقطاع الاصلاح. كل قطاع من دولي بيبتدي من الجمعيه المحليه على بسقاية، ثم المشتركه على مستوى المركز، ثم على مستوى المحافظه اللي بيسموها الجمعيه متعدده الاغراض اللي هي المركزيه، الى ان يتم الصعود للجمعيه العامه ثم الاتحاد. في جمعيات أخرى بتبدأ من المحلية ثم النوعية اللي هي متخصصة ثم العامة ثم الاتحاد. دي مكونات الاتحاد من خلال جمعياته. تقريبا بتوصل حوالي 6000 وشوية يعني، أو 7000 إلا شوية، تقريبا 6300 6500 على مستوى الجمهورية من كافة قطاعات البنان التعاوني. في تخصصات في كل جمعيات، كل حسب إنشاؤه، حسب طبيعة النظام الداخلي وإرادة المؤسسين اللي اتجهت في تكوين هذه المنشأة الزراعية لتحقيق غرض أو هدف معين للفلاحين في القرية أو على مستوى المركز أو المحافظة. طيب كده الحاج مجدي الشراكي، يعني قطاع الإصلاح الزراعي مكون أساسي في الاتحاد التعاوني الزراعي. الاتحاد الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي احنا مكوناتنا حوالي 691 جمعيه محليه على مستوى القريه، بيمثلهم 70 جمعيه مشتركه على مستوى المركز الاداري، بيمثلهم على مستوى المحافظات 19 جمعيه مركزيه، وفي الاخر الجمعيه الام الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي. من كل محافظه بيطلع منها واحد للاتحاد التعاوني بيمثل اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد التعاوني المركزي ممثلين فيه، والجمعيه العامه ممثله في الاتحاد، الجمعيه العامه لاصلاح الزراعه ممثله في الاتحاد. فاحنا مكوناتنا بنمثل حوالي 25% او 20% من مكونات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. انتوا القطاع الغني في الاتحاد التعاوني؟ احنا مش القطاع الغني، احنا القطاع اللي هو يعني اشتغل على حسب منظومة العمل التعاوني. اشتغل على منظومة العمل التعاوني، وانه كان هناك جهاز اداري منتظم منذ نشأة الاصلاح الزراعي، لان كان هو بكرة ثورة 23 يوليو، كان الابن البكر لثورة 23 يوليو، فكان هو بالتالي لابد ان يكون منظومته لازم محكمة. تطلع على اساس محكمه ولازم يبقى فيها اسس، وكان عليها ضوابط وعليها العين، لانها كانت التجربه الاولى من نوعها وكانت بتتحارب، فلابد. فمن هنا جيل سلم جيل، فعشان كده منظومه الاصلاح ملتزمه. فعشان تنجح منظومه الاصلاح، فلكن لانه كلمه التعاون في الاول وفي الاخر هي وليده الحاجه. يعني الاصلاح التعاونيات في الاساس نشات من اجل الحاجه، مش نشات من اجل الترفيه، نشأت للمجتمع، لحاجة المجتمع إلى الحاجة دي. فبالتالي إحنا عشان ندعم الفكرة ونثبت وجودنا في لأن كنا ضعاف، يعني إحنا أضعف حاجة في البنيان، بنمثل 7% من مساحة مصر، فبالتالي لازم يبقى لنا أساس في الأرض. فزودنا النقص اللي عندنا في المساحة، زودناه في المشاريع. فبالتالي عملنا مشاريع بنية أساسية في الأساس، فالبنية الأساسية ديت هي اللي عملت رأس مال للتعاونيات الاصلاح الزراعي. فبيقولوا احنا اغنياء عشان كده. يا رب دايما ان شاء الله. احنا عايزين كل المزارعين يعني يتمتعوا بقدر من القدره على العيش بكرامه كده وبعزة نفس. الحاج بهاء، يعني عند حضرتك بيصب جميع مشاكل الفلاحين،
لكن احنا دايما بنسمع من الفلاحين برضو شكاوى من ان الجمعيات مش متوفر فيها الموضوع، بروح الجمعيه ما بلاقيش حاجه. ليه حاسين برغم ان الجمعيه التعاونيه دي المفروض تكون بيت الفلاح بغض النظر عن بنك الائتمان والتنميه اللي احنا كنا بنسميه بيت الفلاح، لكن الان الجمعيه دي هي المفروض ان هي الفلاح جزء رئيسي منها وقايمه علشان تخدمه وهو عضو فيها، لكن دايما بنحس ان في بدا يبقى في تباعد او بدا يبقى في شكاوى من قبل الفلاحين في بعض الاحيان من الجمعيات. احنا هنرجع بالتاريخ للخلف شويه. لما كانت الجمعيه المحليه اللي هي جمعيه القاره الصغيره دي لها دور في ضوء وفقا للقانون، والدوله نفسها بتفعلها من خلال اعضائها ومقوماتها وبتمدها بيد العون. يعني كان زمان انا اذكر يعني اللي لحقت الكلام ده كان حكايه التامين على المشايه، كان موضوع تصرف العلف والردة من خلال الجمعية الزراعية. لما يبقى الجمعية لها دور مع المزارع أو الفلاح في القرية يبقى لها يعني أنت عارف حضرتك لما يقول لك فلان ده في مكانه منور فيه، الجمعية عشان بتأدي دور الناس بتروح لها. مع التطور الزمني وفكرة التجارة الحرة والسوق الحر واتفاقية الجات، القانون حتى رغم اللي هو تم تعديله سنة 80 تعدل مرتين اللي هو 80 و 81، اللي هو 122 81 تعدل مرتين وتعدل المرة الثالثة ومن أسف لهذا التعديل بعد ثورة ودستور أخير برضو لم يلبي طموحات المزارع المصري. طيب أنا عشان أرجع الجمعية زي ما سيادتك بتقول اللي كان الفلاح بيقصد بابها ويروح لها، زي انا لما كنا بنتكلم مع السيد الوزير من يومين في لقاء تلفزيوني في احدى القنوات الفضائيه، فقول له الفلاح عايز ايه؟ عايز كذا وكذا وكذا، يروح البنك يربط حمارته في الشباك وينزل يقضي طلبه ويمشي. هو الفكره منها ايه؟ البساطه. ان انا راجل تعبان طول النهار عليه. طول النهار تعبان في الغيط، تعبان في حياتي العامه، ان انا بنتج. طالما انا عضو منتج في هذا المجتمع، احد مقوماته الفاعله، احد مقوماته الداعمه المرسخه للاستقرار الامني والاقتصادي والقومي، ده على فكره كل فلاح بيبقى في غيطه، ده اللي انا بقوله ده لما يفحص فحص تام هتلاقي الكلام في مكانه. لان انا النهارده لما اكون غير منتج في مكاني سواء عامل او فلاح او 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 الى اخره، طب ما انا بعمل شيء من الاستقرار الامني، شيء من الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار السياسي اللي في نهاية المنظومة الإنسانية داخل المجتمع، المنظومة الاجتماعية داخل البلد بتستمر بشكل صحيح. يبقى أنا عايز أرجع أفعل الجمعية من خلال آلية قانونية، من خلال مد العون المادي والفني. هذا الكلام تراجع على مدار عقود مضت. إذا كان إحنا عايزين نرجع الكلام ده زي ما سيادتك بتقولي دلوقتي بتسألي عليه، لابد أن نعيد تفعيل الجمعية من جديد. وانا استدعي التاريخ مره اخرى في الحوار. كان زمان الجمعيه المحليه في القريه رئيس الجمعيه بيساوي العمده وبيساوي عضو مجلس المحلي الممثل يعني. لانه له مكانه بيقدم فعلا له دور. النهارده عشان الكلام ده غير موجود، اقسم بالله بعض الجمعيات، وانا بقول على الملأ وسامعيني زمايلي واصدقائي والمسؤولين، بعض الجمعيات بيتم توقيع اعضائها في البيوت لان ما حدش بيحضر. هو يعمل ايه؟ ده بعض مجالس الادارات في بعض المناطق بيشحت، انا عايز اقول استخدم لفظ كده يعني، بيتحايلوا عليهم عشان يبقى عضو معاه وخلاص على كده. مفيش دور. عشان نفعل الدور ده لازم نعيد الآلية القانونية اللي هي تخلي او تجعل تمكن الجمعيات، لا تمكن القائمين على القطاع الزراعي الريفي اللي هو المزارع انه يعيد انتاج هيئة أو مؤسسة أو منشأة قانونية تمكنه من خدمة حياته الاجتماعية والزراعية. طيب أنا عارفة أن هيبقى حضراتكم أنتوا الاثنين تحفظات على القوانين الخاصة بالتعاونيات اللي صدرت أخيرا، كلكم كنتوا بتتمنوا يعني إصلاحات تشريعية خاصة بالتعاونيات، لكن لما ظهرت أنا عارفة أن أنا لما قعدت مع حاج مجدي لوحده ولما قعدت مع حاج بهاء لوحده أنتوا الاثنين ما كنتوش راضيين قوي عن القانون الجديد وقلتوا محتاج تشريعات. ده سعادتك أنا آسف قطعتك، الحاج مجدي عنده معلومة أكتر مني في الجزئية دي، لأن حالة إعداد القانون بوزارة الزراعة هو كان مش هقول يعني حاضر الكلام، ما كانش حاضره بس كان على علم بالطبخه بتتم ازاي
وانا اعتقد هو يعني هيكون يعني علشان كده هنسمعه في دلوقتي في الجزئيه دي. يعني الموضوع ما لباش طموحاتكم، وشايفين ان ده القانون يعني القانون اللي اتعدل محتاج تعديل اضافي او تعديل اخر. ايه اللي طلبتوا بيه في قانون التعاونيات ولم يتم، وصدر قانون على غير هواكم، وعاوزين دلوقتي تعديلات تمكن الجامعات من اداء دورها زي ما كنا بنقول؟ وانا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. هو كان في بيت قصيده قالته ام كلثوم: اعطني حريتي واطلق يدي فان اعطيت ما استبقيت شيء. فهو اصلا احنا عاوزين سبعه ام كلثوم كويس حضرتك. فان يعني اصلا قانون التعاون احنا بنشتغل من خلال قانون مقيد للحركه التعاونيه، مقيد للقياده التعاونيه. احنا انا كلمت مره يعني كلمت وبتكلم تاني، احنا عاوزين نطلع من قانون التعاون ومن دور الحركه التعاونيه اللي هو رسمته لنا الدوله بعد ثوره 52، خدت بالك، لدور التعاون الحقيقي اللي احنا عمالين نتكلم عنه. وانا بيصعب عليا لما اقول الدول العالم بتعمل كذا في الحركه التعاونيه بتاعتها، بيصعب عليا ان احنا كل حاجه بنقول بره بيقول بيعمل بره بيعمل، وفي نفس الوقت احنا عمالين نقول عندنا علماء احسن من بره، وعندنا واحنا علمنا العالم كذا وعلمنا العالم كذا. فدي بتصعب عليا لما اقول لما احنا طلعنا بره وشفنا التعاون بيعمل ايه والتعاون ده بيخلي ايه، فدي بتصعب عليا. احنا مشكلتنا، ولازم احنا عشان نقول حاجه يا استاذه، عشان نعالج مشاكلنا لابد ان احنا نعترف باخطائنا. لو ما اعترفناش باخطائنا يبقى احنا مش هنعرف نحل مشكلتنا. احنا عندنا اخطاء، اخطائنا ان احنا طب يعني نظرنا للقياده دون ان نبحث عن مضمون القياده. أنا هستأذنك إن احنا نتوقف عند أخطائنا ونعود لمعرفتها من حضرتك كما رصدتها، لكن معنا تليفون. مهندس عاطف من الشرقية، أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا يا أستاذ، أهلا. أهلا بحضرتك. تحياتي للحاج بهاء وتحياتي للحاج مجدي. الحاج بهاء أنت راجل قانوني، وأنت عارف إن التعاونيات في الأربعينات كانت إحنا أقوى من ألمانيا اللي هي قوية وفرنسا، وكنا ما شاء الله طالعين اقوى من كل. دلوقتي التعاونيات في المانيا وفي اوروبا وفي امريكا اقوى من الحكومه، بتسقط في الحكومه. صحيح. احدى القوانين اللي اجت من الفتره اللي فاتت، وانت اعلم بالقوانين انت والحاج مجدي، القوانين اللي كانت بتحطم التعاون والحركه التعاونيه. صحيح. يعني يمكن في اول الثوره كده كان التعاونيات لها قيمه، كنا بنلاقي الجرار بيشتغل، كنا بنلاقي الرش، كنا بنلاقي المبيدات، كنا بنلاقي السلفه، ده كله من الجمعيه المحليه يا حاج مجدي، وكنا انت والحاج بهاء. دلوقتي ما عادش بتاتا الجمعيات، ما عادش الا شكاره الكيماوي، ده تهريج تهريج. ولولا الجمعيه العامه مش كنا هنعرف. والبنك عمال يمص فينا يا حاج بهاء، بياخد 14% فوايد على اسمنا على اسمنا، والحاج مجدي عارف كده. ده احنا لازم نقوم التعاونيات زي ما كانت قايمه في الاربعينات، والقوانين اللي جت دي كلها تنشال. في رؤساء مجالس اداره جمعيات عليهم احكام بالسجن لانهم عليهم مرتبات عاملين فيها مش لاقيين، لولا العموله اللي بتيجي من الاسمدة كانوا كلهم في السجن. عدد انا عندي هنا في الشرقيه عدد كبير كان كده، يعني الحمد لله ان احنا بناخد عموله من اسمده قدرنا نغطي الكلام ده. لكن احنا مش على قد الاسمده بس، احنا عاوزين يا ريت نرجع للستينيات اللي كانت لها قيمه الجمعيه. كنت اخد ان كنت عايز منها، كان لا مؤاخذه فيها الطلوقه، وكان فيها زي ما قلت يا حاج بهاء، كان فيها التقاوي، كان فيها العلف، كان كل مستلزمات تقريبا كان بتخلي البني ادم او الفلاح يروح الجمعيه وهو فرحان. خلينا نشوف معاهم يا باشمهندس عاطف يعني اقتراحاتهم علشان تعود الجمعيات لسابق عهدها، وازاي ممكن يتعاونوا مع الدوله علشان نحقق الغرض ده. وبشكر يعني وجود حضرتك معانا مهندس عاطف من الشرقيه، وارجع للحاج مجدي شراكي طبعا في الشكوى، حتى هو يعني طبعا هو عضو من اعضاء الجمعيه المهندس هو عاطف هو المهندس في جمعيه الجمعيات الشرقيه. المهندس عاطف بيتكلم في النقطه اللي انا كنت بادئ اتكلم فيها. ايوه اتفضل. ان احنا قلنا ايه؟ ان احنا انا بعتبر من بعد الستينات اللي هو بيتكلم، انا ما كانش في تعاون برضه، لانه كان تعاون مدعم من الدوله.
قبل ما الدوله شالت انت وقع. خدت بالك حضرتك؟ انا عاوز تعاون يكون مدعم من ناسه. خدت بالك حضرتك؟ يبقى الناس مقتنعين بيه، اعضائه مقتنعه بيه بفكره. التعاون مبادئه وفكره ان هو ملوش دعوه بالسياسه. خدت بالك حضرتك؟ ملوش دعوه بالسياسه ولا ليه دعوه بالاديان. خدت بالك حضرتك؟ عشان ينجح التعاون نجح في العالم كله لان شال فكره ان تدخله في السياسه. لما احنا جينا بعد 52 الاخ قال ان هو رئيس الجمعيه كان بيداهي العمده. ليه؟ لان كانوا بيقضوا يختاروا اعضاء مجلس الشعب واعضاء المحليات واعضاء المجالس المحليه واعضاء الاتحاد الاشتراكي من الجامعات الزراعيه. فبدات التعاونيات ما تخدم اعضاء خدمه النظام. خدت بالك حضرتك؟ فسويست. تفرغت للسياسه على حساب الاقتصاد. فسويست لحساب النظام. ليه؟ لان النظام كان عنده فكر ثاني. النظام في الدوله كان عنده فكر ان التعاونيات لو انطلقت واخذت دورها الحقيقي هيبقى لها دور جامد تقدر تتحكم في منظومه الاقتصاد المصري يعني الدوله يعني. يغريب المغريات السياسيه كانت تبص لنص مجلس الشعب اعضائه اعضاء مجلس الشعب في مجلس الشعب والشورى فلاحين اعضاء مجلس اداره الجمعيات. طب خدموا ايه التعاونيات؟ ما خدموش. خدموا كانوا داخلين يخدمهم على النظام نفسه. خدت بالك حضرتك؟ فعشان كده احنا دورنا لحد دلوقتي كتعاونيات حتى القانون لما طلع القانون اللي هو 122 طلع كله عيوب. طلع يخدم النظام. خدت بالك حضرتك؟ ازاي؟ ايه يخدم ما اخذك عليه؟ ما اداش الانطلاقه الحريه للحركه التعاونيه. اداكي ان انت مقيده يعني مش عارفه تعملي حاجه. يعني لا انت عارفه تعملي مشاريع ولا عارفه يعني مش عارفه تعملي مشروعات استثماريه عملاقه تتدخلي تعملي مشاركه مع الاخ بهاء تعملي مشاركه مع دي تعملي مساهمات يعني تعملي مشاريع يعني عشان خاطر تعملي مشاريع لازم تعملي شركات مساهمه تعملي الحاجات ديت ما تعرفيش تعملي الحاجات دي. ليه؟ لان هو قيدك بايه؟ بدور تعاون والجهاز الاداري اللي هو بيشرف عليكي خدت بالك حضرتك بيبقى مقيد خايف يخش معاكي في المنظومه يحصل حاجه يتحاسب. يعني يخش يتحاسب. فاصبحنا كلنا لان ما فيش حركه احنا كل اللي فيها ان التعاونيات اصبحت دورها مرتبط بالدوله، الدوله ادتها تشتغل ما ادتهاش تقف. فاحنا ما بقاش في مرونه الحركه اللي انت محتاجينها في تعاونيات. فاحنا لما جينا رجعنا التعاون لما جينا قلنا نتكلم عاوزين نعدل قانون التعاون خدت بالك؟ عدل حسب الاهواء ما عدلش بالطريقه اللي هي تخدم. يعني هو بيجي مثلا يقول لك التعاونيات لها حق انشاء شركات مساهمه مع الغير مع الشخصيات الاعتباريه. يعني انا اقول لك يعني من ضمن الحاجات اللي محطوطه على ان يكون الشخصيات الاعتباريه الخارج البنيان التعاوني تساهم ب 25% في البنيان في المشروع دون ان يكون لها صوت او المشاركه في الاداره. ماشي؟ طب انا دلوقتي هقول للاخ بهاء كراجل عنده فكر في موضوع معين تعالى شاركني في الموضوع الفلاني. وحط 25%. طب انا هيشاركني ازاي كنت انا قدرت فشل شايف مشاريع مثلا شايف المشاريع بتخسر او شايف غير هيروح يحط في مشروع مليون جنيه ولا 2 مليون جنيه هيعمل فيه ايه؟ اذا كان ولا هيشترك في اداره ولا هيشترك ب 1% ولا هيشترك يعني مثلا مجلس الاداره لو هو 5 ولا 6 في المشروع المفروض يساهم بواحد يبقى حاضر معانا حتى شريك يعني يشاركنا برايه يدينا فكره. خدت بالك؟ لا يبقى هيجي ياخد في الارباح. اذا كان ما فيش هيبقى في ارباح يعني هو مش هيبقى في ارباح عشان يجي شايف المشاريع ممكن تكون فاشله في اللي يعني لكن انا لما ادخل الاخ بهاء معايا في منظومه المشاركه انا بدخله عشان استفاد بفكره. أيوة. الراجل اللي بره ده استفاد بفكره وباليته وبنظامه. خدت بالك؟ فهو اصبح يعني زي ما اقول لك ايه امسك وما تسيب وايه حلق وما تمسكش. ماشي يا ست الكل. فهو اصلا احنا تيجي في ماده ثانيه تيجي في ماده ثانيه يقول لك ايه؟ قبل ما نروح للماده الثانيه هنرجع لحضرتك ثاني وبقيه المأخذ على القانون بس معانا تقرير عن علاقه الفلاحين بالجمعيات التعاونيه هنشوفه بس زعلانه جو من التعاون هي ممكن تكون زعلانه وهنشوف بس ردود بس احنا هنصالح على قد ما تقدر نشوف كده شكاوى بعض الناس ونشوف ردود الحاج مجدي الشراكي والحاج بهاء سليم عليه. بجيب الشيكار الكيماوي من السوق السوداء ب 160 و 170 من الجمعيه بتدينا ب 75 جنيه يبقى هتلاقي عليه ولا هتلاقي على ايه؟ اول مشكله بتقابل الفلاح بالنسبه للزراعه بيصرف لي على الفدان شيكارتين كيماوي. انا في خلال الشيكارتين دول بحتجر منهم
خمس ست شكاير تاني. لكن اقول فين؟ لما بتاخد اربع شكاير في السنه يبقى فين متوفره؟ متوفره فين؟ وانا متوفره هجيبها من بره ليه؟ بدل ما 100 جنيه خليها ب 120 جنيه وما نجيبش من بره. يبقى انت برضو بتستفاد وانا بستفاد. عندك الوقت انا بزع جراح علف. زلتك الوش فدان بياخدش كارتين في الشهر. شوف انت بقى انا هجيب منين؟ الشبل عشان يطيب بياخد له 40 يوم بياخد له 6 انصاص. في اللي يعني زرع الواحد. دلوقتي الفدان محتاج مننا 3 تشويله. 4 تشويلة وصحابات الأراضي الوقتي كلهم بيأجروا الأراضي والمؤجر هو اللي تعبان. صاحب الأرض بياخد الكيماوي من الجمعية يروح يبيعه بره في السوق السوداء والمؤجر بيروح يشتريه سوق سوداء عشان ما عندوش عيازة. عودة لحضراتكم مرة أخرى بعد عرض هذا التقرير، وهرجع لحضرتك يا حاج مجدي عن بقية المآخذ على القانون، بس اسمح لنا نشرك الحاج بهاء سليم معانا في الحوار. ويعني هم بيقولوا إنه يعني الأسمدة ممكن تكون مش متوفرة قوي لدى الجمعيات، هل ده بسبب إن الدولة ما بتوصلش الأسمدة للجمعيات ولا الجمعية بتصرف لمالك الأرض مش للمزارع الحقيقي؟ الأسمدة ديت وبعدين بكملها مع الأخ بهاء في الحتة دي. نعم يا فندم؟ أقول أنا حتة الأسمدة ديت الأخ بهاء بيكمل هو في حتة تانية. زي ما تشوف يعني طبعا اهل مكه ادرى بشعبها. موضوع الاسمده دي يعني انا اقول لحضرتك حاجه، انا هستاذنك بس الاول. انا عارفه ان حضرتك يعني ما عندكش مشكله قوي في لا بس لا انا عاوز اقول المشكله ايه. هو الحاج مجدي يعني يتكلم فيها بس انا حدد سيادتك الاول. اتفضل. الطبيعه المكونه للبنيان التعاوني ودوره ايه؟ اولا لازم انا كمزارع اعرف ان الجمعيه ليست منتجه للاسمده، التعاونيات ليست منتجه للاسمده، التعاونيات بينحصر دورها في كونها موزعه للاسمده، وبالتالي ان ما جاتنيش انا كتعاون كجمعيه ايا ما كان واقع التنظيم سواء انا جمعيه قريه أو مشتركة أو المركزية أو العامة أيا ما كان طبيعتي هوزعها يعني هجيبها مش حدي ما عنديش. فأنا بس عايز الناس تبقى فاهمة دي الأول. دور الجمعية يدبرها، يدبرها من خلال مين؟ من خلال المنتج. مين اللي بيتحكم في المنتج؟ الدولة. الدولة بتتحكم في المنتج مش تحكم قصري ولكن في مفروض تفاهمات. اتفاقيات مع مصانع الأسمدة. التفاهمات دي لأن بعض المصانع الدولة لها مساهمة فيها بنسبة عالية، وبعض المصانع الدولة بتمتلكها أشخاص قطاع خاص، إلا أن الدولة معاها عصاية العز، معاها اللي يدور المصانع ويبطلها اللي هو الغاز. لما بيحصل من خلال الجميع المقومات والمعطيات للعملية الإنتاجية للأسمدة في مصر المتحكم الرئيسي فيها الدولة. طيب ايه الدولة عملت ايه؟ المفترض ان الدولة متعاقدة على 56% من انتاج الاسمدة اللي هو بيبقى يعني بيوزع على الجمعيات مدعم. في لقاء تم مع السيد الوزير وكامل منتجي شركات ممثلة رؤساء الشركات المنتجة في الوزاره من حوالي 15 يوم، وصل لتفاهم معاهم بعد يعني اخذ وعطى ان الكميه المتبقيه من حجم الانتاج وقدرها 44% بياخد منها 50% اللي هم 22% بالسعر الحر. السعر الحر ده مفروض ان الشركات بتتصرف فيه عشان تدخل دخل لنفسها تقدر تواجه اعباء ومصروفات عمالها وموظفيها من خلال الكمية اللي موجودة اللي هي 44%. السيد الوزير الحقيقة اللي احنا بنحييه من خلال برنامجك وبنقول له عمدة الفلاحين، يعني احنا عايزين نعجل بسرعة صرف المقررات السمادية وعادة النظر فيها. كان في فعلا قرار صدر قبل كده بصرف نص الكمية في بداية الموسم،
والنص الثانية يمكن من فترة قصيرة صدر قرار به وأنا اخترت بك الاتحاد. حصل تفاهم مع السيد الوزير ومع الشركات أن الـ 50% من الـ 44 يتم التعامل عليهم بسعر 2630 على أرض المصنع و 2700 وصالي للجمعية المحلية. طيب احنا المنظومة دي كلها الفنية الإنتاجية وآلية التوزيع هل هي مطابقة لمتطلبات اليوم؟ أنا بقول لا. بقول لا ليه؟ أنا عندي أرض كتير لم يتم حصرها وتصفيتها من سجل اتنين خدمات. يعني في بعض الجمعيات بتاخد حصة أكتر من احتياجها وفقا للحصر على الطبيعة. في بعض الجمعيات بترد، يعني أنا أعرف كنت الجمعية العامة للاستصلاح الأخ عبد الفتاح كنت معاه في اللقاء من يومين، قال أنا مرجع 20% من الحصة لجمعية مش عارف لإيه كده، يعني مش متذكر. بيسيبها لأنها مش يعني على الطبيعة أقل. عندنا زمامات كتيرة بينطبق على ده. طب إيه المطلوب؟ في عملية إعادة توزيع أو آلية توزيع الكمية على الفلاح عايزة يعاد النظر فيها، عايزة إعادة زي ما بيقولوا رصد حصر الأراضي غير الحصر، احنا قلنا الحصر، عايزة إعادة رصد طبيعة احتياجات التربة ونوع الزرعة لكمية الأسمدة. تمام، أستوقف حضرتك بس هنا وآخد اتصال بقاله معانا شوية. اتفضل. الحاجة جمعة من الشرقية، أهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. سلامي ليك يا استاذ لضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك، شكرا لك، اتفضل. سلامي لعم الحاج بهاء والحاج مجدي. الله يكرمك. الحاج جمعه الجندي من الشرقيه. اهلا يا مجدي. انا بس برحب بضيوف، وانا راجل تعاوني ائتمان. بس انا ليا عتاب على عم الحاج مجدي الشراكي، انا ليا ارض في الائتمان وليا ارض في الاصلاح الزراعي. وكنت اشتريت ارض كده في الصحراء ولقيت فيها ارض اصلاح، اشتريت ارض الاصلاح ومحيز في الاصلاح الزراعي وبدفع عرصات الاملاك وخلصت الاملاك وكله، وفوجئت انه بيجيبوا على الفدان في السنه من 150 ل 200 جنيه مصاريف عامه، وفوجئت بيضيفوا عليها 12% فايده. يعني 12% كمان لكمان الاصلاح بيجيب فايده على مزارع الاصلاح اللي هو يستاهل مساعده مش يستاهل يجيب عليه فايده. وجيت عملت مداخله على رضوان ديف رئيس الهيئه مره كان مستضيف الدكتور حامد وكلمته في هذا الموضوع، ورحت للاستاذ صبري في الاصلاح في الشرقيه، ولغايه النهارده حاطين الفوايد 12% وبيحطوا فلوس على الفلاح بدون اي حاجه، يعني يقول لك مصاريف مش عارف ايه ومصاريف ايه ومصاريف ايه. اللي عندنا في الائتمان ما فيش الكلام ده، ليه في الاصلاح الزراعي موجود وليه في الائتمان عندنا ما نقدرش نحط جميع على المزارع؟ طيب بيحطوها بحجه ايه او ايه الموضوع؟ فنفسي عم الحاج مجدي يشوف هذا الموضوع بالنسبه للفلاحين الاصلاح. هنجاوب على حضرتك يا حاج جمعه. معاونه. هنجاوب على حضرتك ان شاء الله، يعني اسمع حضرتك الاجابه معانا من التلفزيون، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب نسمع الاجابه وترجع لكيفيه بقى اعاده حصر وتقنين موضوع الاسمده. انا نتكلم في الاجابه ولا الاجابه بتاعت الحاج جمعه؟ الاول بتاعت الحاج جمعه. احنا الاصلاح الزراعي بتبقى فيه موضوع اسمه موضوع الخدمات. خدمات في الجمعيه، احنا عندنا مكر ري، في بعض الجمعيات فيها مكر ري بتروي الزمام كله. فالمكن ده وفيه تطهير، فالرقه بتطلع تطهر. التطهير في الائتمان بيروح للفوشه فيشه البنك، يعني بيعمل التطهير ويبعت الفيشه للبنك، فما فيش جمعيه ما عندوش فيشه، بيعملها ويختمها ويوديها للبنك يحصل هو الفلوس اداها لصاحب الكراكه والبنك يحصل من البنك. لكن احنا عندنا لان احنا ما عندناش فيشه في البنك فبالتالي احنا بنطهر الزمام كله، يعني كراكات بتطهر الزمام وبنروي. عندنا مكن رفع بيروي لان الارض ديت لما استولى عليها بمكن الري بتاعها كانت تبع الملك، مكنة ري كبيره على الواحد. فمصاريف المكنه دي كلها بيتوزع على الفدان المستفيد، يعني في بتزرع 1000 فدان صرفت 50000 60000 يتوزع على حسب الفدان.
يعني خدمات بتبقى خدمات فعليه على المساحات الفدّة. حته الـ الـ اما اذا ما كانش فيه الحاجات اللي انا بقولها ديت ما كانتش موجوده يبقى المفترض ما فيش، يبقى المفروض ما يدفعش حاجه من يعمل يعني إيه المفروض ها؟ لا يعني اذا ما كانش الحاجه ما فيش تطهير ولا في مكان ري خدت بال حضرتك الزمام نفسه خدت بالك، يبقى هنا المبلغ ال 150 جنيه مغلفي يعني يبقى المبلغ كبير يعني يبقى ما ينفعش ان هو يتحمل الموضوع ده كله. الحاجه الثانيه ان احنا يقدم شكوى وتنبحث تنزل لجنه تبحث الاداره العامه للتعاون عندنا بتنزل تبحث المواضيع ديت وبتنزل تبحثها يقدم شكوى علشان يقدم شكوى يرفعها يبعتها للاستاذ نجم الدين، الاستاذ نجم بينزل لجان على طول رئيس الاداره المركزيه للتعاون والتنميه بينزل لجنه يبحث الموضوع وبيقعد مع شخص صاحب المشكله وبيقول له دي وضعها كذا وضعها كذا لازم يبقى يعني ايه. اما حكايه الفائده ال 12% ودي ال 12% احنا ما بنحطش 12% فايده، هو اللي بنحط ايه على المبلغ المدين اللي هو لان دي جمعيه زراعيه الفلوس مش بتاعتها، فلوس اعضاء، فلوس واخداها من الناس، انا مش هشيل فايده الاستاذ بهاء. فاهمتك؟ انا مش هبقى مسدد واتحمل اعباء الاستاذ بهاء او الاستاذ بهاء هيبقى مسدد ويتحمل اعباء يعني. فبالتالي لما يبقى واحد مسدد اللي عليه والتاني مش مسدد احنا بنقول ايه؟ قالوا ايه؟ 6% على المبلغ المدين في 1/12، احنا بنعمل ميزانيتين في السنه في الاصلاح. ميزانيه في 30/6 وميزانيه في 31/12. ميزانيه 31/12 اللي يطلع مديون بقى من 1/1 يطلع مديون في 1/1 وما سددش اللي عليه يدفع فايده على المبلغ المدين 6%. لان اصبح مبلغ مستحق السداد يدفع عليه لان احنا بنديله لحد اخر السنه كده. لما يطلع بعد 1/6 بقى من 1/7 ما سددش المبلغ برضه يجي 30/6 ويجي 1/7 ما سددش المبلغ برضه ينحط عليه 6 تاني. خدت بالك؟ يبقى هي الفائده اللي البنك بيحطها على الاسمده 6%، لكن احنا ما بنحطش فوائد لا على لا على التقويات ولا على المبيدات. طيب هي الاجابه واضحه عليها. بس انا قدامي دلوقتي فاضل دقيقتين فانا عاوزه دقيقتين يعني ايه؟ دقيقتين على اللقاء. اللقاء بتاعنا؟ اه. امال انت كنت بتقولي لنا فراغ علينا؟ فيعني دلوقتي عاوزين نتكلم عن اهم النقاط اللي انتم شايفينها ممكن تقوم الاتحاد التعاوني يعني والتعاونيات بوجه عام سريعا. تعديل القانون. اه تعديل القانون. تعديل القانون واللي يعدلوه اصحابه. يعني اللي عايزينه في القانون هقول لحضرتك حضرتك تقولها لي ونقاط اللي الحاج بهاء يقولها لي. استاذ احنا قلنا عيوب القانون ان أيوه. الدوله ان النظام القديم النظام السابق ما كانش عاوز ان التعاون يبقى ليه دور في الاقتصاد القومي بتاع البلد. عاوز يبقى هامش شيء هيكل شكلي باسم حركه تعاونيه في مصر. ماشي عشان كده هم اللي عملوا القانون مش احنا اللي عملناه. فبرضه لو احنا لو هم برضه اتعمل نفس القانون بنفس الطريقه خدت بالك هيبقى نفس التعاون هو نفس الطريقه. يعني عاوزين تشاركوا في وضع القانون احنا اللي نعمله مش نشارك. في فرق ان احنا نشارك وفرق ان احنا اللي نعمله. وساعتها الجامعات ممكن تسوق هتسوق تعمل كل حاجه. لا خلاص يعني هقول لك بقى ايه هتبقى تيجي اغنيه بتاعه القصيده ام كلثوم اعطينا حريات واطلق يا طيب الحاج بهاء انا بعتب على الحاج مجدي انه قال انا لو الحاج بهاء عليه دين ما سدوش. لا يفتكر انه بجد في ديون. لا يا المفروض يبقى في تعاون بيننا يا سيد لان احنا منتظرين ان هو يدينا وبيهرب مني برضه بلقاء الوزير بيهرب منها ما ينفعش. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اولا الـ القانون نفسه اللي تم اصداره في سنه 80 ده اول ماده فيه بتقول التعاون حركه اجتماعيه اقتصاديه ديمقراطيه كل الكلام ده ما هو برضه سياسه مش سياسه. انما تدخل الدوله بالشكل اللي يمنع من ميلات قيادات تمارس الحياه الاجتماعيه اللي هي اساسا تكون نواه لتفريغ قياده تتعامل مع الحياه السياسيه يبقى انا ما بشتغلش صح. كل منشاه اجتماعيه في المجتمع هي عباره عن نواه لحياه سياسيه. لكن تدخل الدوله بالشكل اللي اصابه بقى اخويا مجدي هو اللي منع ان يكون هناك قيادات سياسيه حقيقيه. وبالتالي لما القانون يكون موجود بشكل يعيد من خلاله تفعيل دور الجمعيه الزراعيه هيولد قياده، معنى انا بولد قياده بفرغ قياده اذا هتبقى قادره على التعامل في كل المناحي اللي هي بتعيشها. ايه المطلوب النهارده؟ انا النهارده اللي معجزني القانون. يعني القانون للاسف الوزاره السابقه حطت بعض النقاط يعني بس اخويا مجدي يعني مش عايز يفتح فيها
هو عارف المعلومه دي. قضت علي ده حطوا نقاط لاقصاء انا شخصيا. هي قضت علي ما خلصتش. احنا عايزين نقول ان القانون الموجود طبقا للماده 71 بفقراته ال 12 والمضافه اليه ان الاتحاد التعاون الزراعي من حقه ان هو يصدر المشروع بتاعه زيه زي اي جهه ثانيه، زي اي هيئه ثانيه، وبالتالي لا يقبل ان يكون هناك قانون لم يناقشه ويقترحه الاتحاد الزراعي التعاون الزراعي المركزي بشان قطاع التعاون في مصر. احنا من خلال هذا المنبر اللي بنحييك من خلاله واسره الاعداد بالكامل بنرسل كل التحيات لقيادات التعاون الشريفه والمحترمه، ومن خلال كافه هؤلاء القيادات بقوا ناشد السيد الوزير وعدنا يعيد العرض مره اخرى في بشان تعديل القانون على القياده السياسيه، لابد ان يستمعوا الينا. لن يكون هناك تعاون في مصر ما لم يكن هناك قانون صادر عن التعاونيين الحقيقيين بالقطاع التعاوني في مصر. طيب احنا بصدد بقى ان احنا منتظرين ان القيادات التعاونيه يعني تعيد النظر هي والقياده السياسيه في القانون ده، علشان بعد كده لما نيجي نقول بقى والدوله تقول احنا عاوزين التعاونيات تلعب دورها في التسويق، وان الدوله بس هي دورها توفير مستلزمات الانتاج، لكن التعاونيات في اي دوله هي اللي بتسوق، نقولها بقلب جامد ونحاسب التعاونيين بعد كده بعد ما يصدر قانونهم بالشكل اللي هم عايزينه على التسويق وعلى المشروعات اللي هيعملوها. تمام كده؟ طب سريعا بس سريعا يا حاج مجدي، عشان انا ما قطعتش بخطي على فكره، يعني المخرج عمال يقول لي يلا علشان الوقت، فاحنا مرتبطين بفقره اخرى. اتفضل يا فندم. مرتبطين الفلاحين ازاي؟ هو اللي انا عايز اقوله ان احنا قلنا ان احنا لابد ان احنا نواجه بعضنا بمشاكلنا. مش هيبقى وزير الزراعه الدكتور صلاح هلال اللي هو ابن الفلاح والفلاح بيتكلم بينقد المشاكل بتاعه الزراعه كلها وبيقول على عيوبها واحنا نجمل فيها. خدت بالك؟ يعني هو الدكتور صلاح هو اللي ادانا الجرأه ان احنا نتكلم على عيوبنا ومشاكلنا. يعني قال هو بيقعد في التلفزيون بيقول في عيوب كذا وعيوب كذا وعيوب كذا وعيوب كذا. احنا هنجمل؟ لا احنا لازم نقول الحقيقه برضه علشان نقدر ننطلق، عشان نقدر نعرف العيوب عشان نصلح. اذا ما قلناش عيوبنا وما قلناش الحقيقه اللي جوانا وما نقدناش نفسنا قدام الناس، صحيح. الناس هتفكر مش هتاخد مننا المصداقيه. احنا منظومه الاسمده في مصر هي المشكله، بس عشان تبقى واضحه ان احنا مركز البحوث محدد شكرتل فدان كذا. الفلاح بيبقى عاوز اربع شكاية، فالاربع شكاير دولت هم اللي هو الشكرتل التاني هو اللي بيعوزهم من السوق السوداء بره. احنا عاوزين نوفر بقى دي. احنا كنا بنقول بقى ايه؟ احنا عاوزين نستورد التكنولوجيا من بره، نعمل مصانع صغيره للاسمده، يعني في مصانع في هولندا صغيره على مستوى المركز، احنا نعرف ننشئ الحاجات دي. ممكن بقى موضوع الاسمده ده ياخد وقت تاني وحلقه تانية، وانا بشكر حضرتك طبعا الكلام فيها هيطول. شكرا للحاج بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاون الزراعي، والحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، شكرا جزيلا لكم. وبعد الفاصل لينا لقاء اخر مع الدكتور صفي الدين محمد متولي رئيس قسم الطاقه المتجدده في مركز بحوث الصحراء القمعان.